مرحبا بكم البنات في قصرية الدرب غلف، اللي ان شاء الله اليوم غادي يكون فيديو جديد تاني مع سي مصطفى المعقول. هاد القصرية البنات اللي كتواجد اكيد في شارع عبد المؤمن. هنا كاينه المحطه ديال الترام، سميتها محطه كليه الطب او لا محطه الكليه. اللي هابط البنات من مع الترام، الترام كيهبط للمدينه، دونك اللي هابط من هنا غيهبط للمدينه، واللي طالع من الجهه الثانيه غادي يحجي لعند جميله اونلاين او لا غادي يمشي لعين دياب في المحطه ديال الترام. دونك دائما نفس المحطه هي محطه كليه الطب، ومعنا السي مصطفى المعقول. مرحبا بكم عندنا في قصر يد الدرب غلف. مرحبا بنا، حنا عندك سي مصطفى. بارك الله فيك. يلاه يخطيك. قصر يد الدرب غلف كما كتشوفوا كتواجد شارع عبد المؤمن، دا فرماسيا عبد المؤمن. هاد السيدات كاين هاد المنشورة توا قدام الباب، يلاه كنسمو غادي نبدا. القصرية ديال درب غلف كاين هنا باقي المكياج على اليسار، كاين اللي كيبيع ملابس داخلية على اليمين، وكنمشيو ديريكتومون. دونك كنمشيو دائما، كاين فيها النقرة فيها الذهب، دونك الأولى إن شاء الله على اليسار ديالنا، وكندخلوا دائما كاين مول الشراب على اليمين، وكذلك مول الفولارات على باردون مول الشراب على اليسار ومول الفولارات على اليمين. وغادي نمشيو ندورو تاني على اليمين. دونك هنا فين كاين المحلات بجوج ما شاء الله ديال سي مصطفى المعقول. دونك هذا تبارك الله المحل الاول. السلام عليكم، اش اخبارك؟ لاباس عليك. دونك هذا تبارك الله هو، ترحب بك جنة ولدي. دونك هذا هو المحل الاول، فيه الملابس الداخليه، فيه الفاطي، فيه بزاف ديال الحاجات اكيد ان شاء الله اللي غادي تعجبكم ليكم لرجالاتكم وليداتكم لكل شيء. دونك تحيه كبيره للمراه المغربيه دائما. وهنا كاين كل ما كيتعلق بالملابس الداخليه، دونك غادي تكون عندك عندنا ان تري تري غون شوا. وسمحوا لي البنات ما كنقدرش نبين، ولكن نتوما عارفين ملي كنقولوا الملابس الداخليه راه كتعني كل شيء. عندهم حتى حوايج ديال الاطفال الصغار ان شاء الله غتكون مفاجاه زوينه. وما تنساوش البنات اليوم كاينه حلقه زوينه ديال الجلابه المغربيه وديال واحد ليناب اللي هما كيحمقوا. دونك هذا هو المحل الاول، الى جاب غادي يلقاوك ياك. مرحبا مرحبا. الله يخطيك. ان شاء الله. دونك هذا المحل الاول ان شاء الله ديال محل حليمه وهاجر ديال سي مصطفى المعقول. مرحبا. ترحب بك الجنة اللي يخطيك. دونك ها هي، اجيو فين ما كنتو باش تشوفوا جديد محلات ما شاء الله ديال حليمة وهجر ديال سي مصطفى المعقول. ان شاء الله اليوم غادي تكون كما قلنا حفل، واحد الحفلة بصراحة، حفلة لان فيها لاناب المغربي ديالنا الغزال، وان شاء الله سولد دائما كما كيوعدنا سي مصطفى. دونك خليكم معنا ما تمشيو فين، اخبار ساره جدا جدا في كل ما كيتعلق بك سيدتي المغربيه. دونك مرحبا بكم كاملين، ما تمشيو فين، يلا غادي نبداو ان شاء الله الحلقه. السلام عليكم البنات، اش اخباركم حبوباتي الغاليات؟ لاباس عليكم، صحه لاباس. مرحبا بكم في حلقه جديده ان شاء الله مع المصطفى المعقول. مرحبا بك سي مصطفى. مبروك سي، نهار كبير هذا اللي انت معنا اليوم. عواشركم مبروكه باش ما تفيتوش ان شاء الله بالصحه والسلامه وكل ما هو زوين وكل ما هو جديد اكيد في عالم المراه وعالم الجمال وعالم الجلابه المغربيه اللي كنا كنحماقوا عليها. اليوم وجدنا اكيد سي مصطفى شي حاجه زوينه، شي صور، شي تاعك سينا طلعت كلشي موجود. ولكن اللي حمقني بصراحه هما اليناب والجلاب. خليكم معنا، غادي تكون ان شاء الله واحد الحلقه اللي زوينه باش نجمعوا المائده ديال الافطار ديالنا في شهر رمضان. فرجه ممتعه البنات على بركة الله دائما بالخبر صار عن سي مصطفى. شنو وجدنا سي مصطفى في 50 درهم؟ 50 درهم. الله يطول عمرك. الله يدخل رمضان بالصحة والعافية إن شاء الله يا ربي. نبداو بهادو. عرفتي هادو مصطفى أنا مجرباهم غزالين والله العظيم عند بناتي. العام اللي داز ولا العام إن شاء الله. زوينين بصراحة. وعلى استقبال كبير. والله العظيم 50 درهم مصطفى هادي. 50 درهم. 50 درهم البنات غادي تبرعي في الصيف، تبرعوا في رمضان. باردة أنا هادي مجرباها أنا. وهذه بالكمام كانوا داك العاب نصكم، واللي زوين فيها شوفوا البنات هذه فيها لي بايات هنا في الديدرات ديالها في الحجيرات. بالسروال ديالها، هذا سروال طويل وبارد الثوب ديالو، الوان ديال الصيف عرفتي كيحمق بارد رطيطم. دونك ها هما ديال البنات في الالوان كامله، في الغوز بقى عند فرمزه من داك العام. دونك هادو البنات خذوهم على ضمانتي 50 درهم كل شيء يلبس. في هذا اللون، في هذا في هذا اللون غوز غزال، الوانه كلهم فنين كلهم زوين. عواشركم مبروكه ان شاء الله، الله يوسع رزق البنات كاملين. مرحبا بالزملاء تاعنا الكرام. الله يخطيك. مرحبا بهم. ها انتم البنات كذلك، هذه حتى هي دونك ستيلات مختلفه البنات. ها انتم واثواب الثوب ديالها فن، وفيها واحد بابيون في عنيق، غير ما بغيتوش تلبسوا يعني كل شيء يلبس 50 درهم. لا غلا على مسكين.
الوان الالوان فيها الوينات كثيره، يعني فيها لو جون فيها لو السروال عاوتاني كاين موديلات كاينه اللي فيها شنو شورت ولا هادي ديال البنات صغار عاوتاني عندك حتى ديال البنات اش من عمر هذا 10 سنين هادي 10 سنين في خاطر هدى سلسبيل زبيده نقولي من 6 سنين حتى 16 عام صافي هادو مشاو ديال البنات بعد هادو اللي ذكرت غيديهم هبه وهدى دونك معاهم هادو السراول معاهم دي بونتاكور معهم سريولات هادو البنات كيديروا 50 درهم كنعاودوا دائما انتم البنات 50 درهم كاينين دونك هادو كاملين الثمن ديالهم 50 درهم غادي يمشيو مصطفى ل 80 درهم 80 درهم شنو موجد لينا سي مصطفى بخبر صال خبر عاجل 80 درهم حتى هما ديال الصيف البنات 82 ولكن زوين بغيت الناس يعاودوا حتى اللي ما شافش الفيديو ديك المره يعرف بان كاين اشكال زوينه باردين البنات ديال رمضان ان شاء الله تبردوا فيهم وكاين يعني فين تختاروا الثمن ديالهم دائما 80 درهم كاينين هادو سي مصطفى شحال دايرين هادو 100 درهم دونك غادي نطلعوا ل 100 درهم هادو كانوا كيديروا 130 درهم دونك دابا 100 درهم شوفوا البنات كي دايرين وشوفوا راه فيهم هادو الجيوبه ديالهم دائما عامرين التويبات ديالهم هادو كيتلبسوا حتى برا لان التوب ديالها يتلبس في الدار ولا في الزنقه فيهم واحد لا دونتيل سي مصطفى في التحت شوفوا البنات لا دونتيل التحت بيضاء كاين فيها دونتيل في الظهر كاين اللي كيكون فيها دونتيل مشبكه يعني فيهم اشكال كثيره السروال كيبقى دائما سروال واحد لكن لي موتيف كيبقاو مغيرين ولكن اللي فيها الريشه هو غير حلال سي مصطفى فيهم لي طاي كاملين هادو من السمول حتى من السمول مزيانه من فيها من الاس دونك كلشي يلبس من الاس من 14 عام حتى دونك شوفوا هنا عاوتاني الستيل ديالها هادو فيها البنات الريشات شوفوا هذا التوب ديالها غزال هذا حتى هو التوب ديالها فن كيجي غيي السروال ديالها وكاينه اللي فيها كما قلنا الشبكه في الظهر كاينه هذه الشبكه هون هذا النظام هذه كدير 130 درهم ولكن موجه جميلة الله يحفظك لينا على خصك واكيد زبنا على قبل البنات باش كلشي ان شاء الله يشري التوب كيتخدم من داكشي ديال القصب ديال السكر هذا غيكون بارد والله الا بارد بصح ني نجيب لك موضة توب خطير هذا غالي التوب هذا دونك هذا البنات كيتصاب كما قال لكم سي مصطفى من قصب السكر قصب السكر من القصب العادي سي مصطفى لا من القصب العادي ما كنشرب قصب السكر انا قلت لي القصب كيحسب لي قصب السكر لا قصب عادي ما زال لي قصب السكر هذاك السكر بزاف دونك هادو تبارك الله حتى السين اللي فيهم زوينين يعني كل شيء يلبس وتا هذا فيهم من سمول احسن من هذا شويه هذا احسن منه تايبا ديال من سمول هذه ميديوم دونك كان فيها سمول باش يلبسوا البنات كاملين دونك هذه فيها من 14 عام حتى لدوبل اكس ال حتى لدوبل اكس ال حتى لدوبل اكس ال وفيهم الالوان هادو فيهم كيكون الاغلبيه لون واحد اغلبيه لون واحد وفيهم لي طاي البنات كاملين كاين فيها البنات البلوسيال هذا اللون هذا لا هذا ماشي ديال هذه هذه ميكي ماوس هذه فيها جوج الوان هذه فيها البلوسيال فوالا كيجي بحال الكري وفي هذاك اللون اللي ولينا الماغون هذا اييه كاين شكل ثاني هذه بونتاكور اييه كتجي بونتاكور هادي بالنسبه للكرون طاي كيجيو ياخذوا منها فيها حتى 3 اكس ال هذا هو اللي جميل في البيجامه وكلشي كيسول دابا على البيجامه هادي الصومونش البنات يعني في رمضان لبسي وتبرعي في الدار كيما بغيتي الثمن ديالهم دائما 100 درهم البنات هادو ديال الحريره البنات لبسو حروا الحريره والبطبوط صافي البطبوط اللي معمر مصطفى بدا كي الكروب لا مصطفى بدا كي كيتشهد صافي دخل رمضان صافي ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا رب كاين هذا السيل حتى هو هذه كنا كنبيعوها ب 150 هذه البنات بيجاما كلاسيكيه غزاله شفتو ديالها مصطفى كي داير التوب ديالها انتم البنات لي مونش ديالها كيجيو لهذا الشكل وفيها صديفات فيها واحد البوش وحده كتجي انيقه الالوان اللي فيها ولي طاي دائما فالون واحد فالون واحد دونك السروال ديالها تيجي على هذا الشكل تكون من الام حتى ل 3 اكس ال اييه من الام حتى ل 3 اكس ال دونك البنات يلبسوا انا هادشي باش كتعجبني حلقه معاك كلشي كيلبس كلشي يلبس يعني كتبرع تبارك الله الكرون طاي عندي الرباح الكرون طاي لبسوا الله يعطيك الصحه هذه مسمى مصطفى بحال ديك الاولى غير هي الاشكال ديال الموتيف مغاير نفس اللي غنوريك اييه شوفي هذه مزيانه فيها الشجره هذه اللي كنا بحال اللي كنا ورينا نفسها فيها لا دونتيل من التحت لا دونتيل من التحت كامله يعني لا دونتيل دايره كامله دايره كلها هي من سمول حتى لدوبل اكس ال هذا هو الجميل فيها من سمول حتى لدوبل اكس ال وسمحوا لي اصحاب تريبل اكس ال ولكن غادي تعوضها ان شاء الله ان شاء الله كاين
انتم البنات الثروه ديالها تيجي على هذا الشكل لي دو بوش، تيجي هابط دائما الجيب عامرين وفيها بزاف ديال لي موتيف. هذه خطيره تاهي. وا هذه زوينه كامل هذا من التحت شوب. شوفوا البنات كتجي كتجي سيدي هذه سمول كتجي ديالي الكلبس. لا لا مستفاد الطاي ديالي انت عطينا 3 4 وبرا البنات هذه سمول دونك هذا فين انت من السمول تدوب دوبل اكس ال دوبل ديما 3 اكس ال وكات يتسناو بلاتي. دونك السراول ديالها كيجي على هذا الشكل غزال حتى هو وبارد. كاين اللي عندها في البلوس ديال لا كاين اللي عندها سروال بلو ماري هذاك يعني كاين تبارك الله شكيلات كثيره تبدل لهم السراول هذا الفوق كيبقاو هذاك دائما ديك لا دونتيل هكا فيها الهديبات. لا ديك كاين اللي بلا هدب فيها الشكل باندا فوالا. ركزوا لي البنات وسكريني وراك ان شاء الله اليوم قلتي لي كاينه مفاجاه زوينه هي انكم غدا ان شاء الله ديروا لا ليفريزون. غنديروا لا ليفريزون سي محمد هو اللي كيدير لا ليفريزون ان شاء الله. مرحبا بك سي محمد نهار كبير هذا بارك الله دونك ان شاء الله غادي تكلف لنا سي محمد بلا ليفريزون ديال البنات اللي خصها شي حاجه ان شاء الله غادي نحط الرقم ديالك ان شاء الله صندوق الوصف. الله يطول عمرك دونك نهار كبير هذا عواشرك مبروكه حتى انت وتهلا لي في لي زابوني ديال جميله اونلاين كرام عواشر مبروكه والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول عمرك. لا لا يخطيك دونك هادشي ان شاء الله اللي بغات شي حاجه عندك واتساب في النمره اللي غتحط عندي ان شاء الله اللي بغات شي حاجه عنده الواتساب فوالا. كاين هاد لو سيت هو نفس السيل واحد ولكن عندها الشبكه في الدار اييه قلبها 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 باش كتبان اييه كتجي الشبكه ديالها البنات من الظهر هابطه حتى كتلاقى مع الشبكه فوالا كتجي هابطه والشبكه كاينه من القدام دونك اما الشبكه في الظهر وكاينه اللي ما فيهاش هذه فيها الشبكه من التحت ودائما لا دونتيل من التحت السروال ديالها حتى هي من الاس حتى لدوبل اكس ال الاس ديما من الاس الثمن ديالهم دائما البنات ركزوا 100 درهم حبوباتي الغاليات 100 درهم والسروال ديالهم كيجي خفيف بلي بوش وسمحوا لنا الناس العرضات حنا جايين ان شاء الله تكون مازال ان شاء الله سي مصطفى ما كاين حتى واحد هذا هو الجميل هما موجلين باش يصليو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. سي مصطفى اش هذا الخيط تبارك الله هادو بالنسبه للكرونطاي هادو بالنسبه للكرونطاي دونك هنا دابا درتي الخاطر البنات الله يعطيك الصحه. هذه عبايه جلابه عبايه جلابه الصاله عبايه فراشه ديال رمضان جي والحل شوف ديالها دياغونال احسن ما كاين في الثوب دياغونال الرسم في الدياغونال شوفوا البنات كتجي على هذا الشكل يعني من هنا عريضه هذه تلبستها لينا سي مصطفى وشوفي انت دابا راه حتى ل 4 اكس ال 5 اكس ال جبون ما كاينش اللي ما تلبسهاش يعني غيلبسوا كل شيء وفي الحقيقه راه كتلبسها وكطيح كطيح بحال الفراشه كطيح وعندها الحزامات البنات هنا في الداخل يعني كتسديها كما بغيتي فوالا عندها الحزامات الحزام غنجبدوا شي وحده في الحزام اوكي هي اللي هز مصطفى فوالا دونك هذه ها هي الخيوطه راكم فيها الداخل كتحزميه سي مصطفى باش كتعجبني دائما واجد توجور بخي دونك تتجي على هذا الشكل كتسديها كما بغيتي وكت كل شيء لبس ها انتما تبارك الله سي مصطفى لبس وشات الخير تبارك الله والله الا دونك هنا 5 اكس ال المهم كل شيء لبس الله يبارك فيك لاله مرحبا بك واش راك مبروك اختي شحال الثمن ديالها الثمن ديالها يكون زوين الثمن ديالها هذه هديه من عند الكليان الله يعطيك صحتك 100 درهم البنات دونك جلابه بحال هذه جلابه عبايه ولا فراشه كونتيتي كثيره ليميتي الالوان اللي فيها سي مصطفى ثلاثة ديال الالوان هذا هو اللون الثاني ديالها هذا البلوروا هي البلو مارين مع البلوروا وهذا البيج بهذا لو جون موتور والبلو مارين واللون الاول اللي كنا قلنا هو الغوز ب ان غوز بيبي ياك ولا غوز موتور بحال داك غوز مو غوز بلو مارين ان غوز مع البلو مارين. غادي ننتقلوا البنات لهاد الجلابه هذه اللي كتجي غي هكا فيها تويب ديالها غزال بارد تا هو ديال رمضان ان شاء الله فيها لا دونتيل من هنايا بون روج وكتجي هكا من الكتيفات بالاحمر كتجي كامله غي حتى لتحت البنات وفيها جوج ديال الشوشات دونك في لا كولور نفس اللون هذا الغوج بوردو والثمن ديالها حتى هو غزال 130 درهم هذه ستوندار ما فيهاش لي طاي وفيها هذا اللون اللي كاينين ما فيهاش الوان الكحل الكحل وكيكون بين هنا باللون اما كرونا دونك هذا هو اللي لا دونتيل كتكون مغايره واكيد الشوشه هي غتكون مغايره دونك الثمن ديالهم 130 درهم وعندنا جلابه اخرى اللي هي غزاله روعه وفيها واحد الطريزه فنه لتحت ديال البنات كتجي فيها واحد الشويشه على هذا الشكل كتحيد الخريطه تقبل ملي كنبغيو نصبنوها كنحيدوها باش ما يبقى لها والو وملي كتسالي كتنشف من الصابون كتعاود تركبها ليها واحد البيي في البلو مارين
نفس اللون ام تي رابيل لهاد الطريزا والشوشه ديالها. دونك الثمن ديال هادي شحال؟ هادي 150. هادي البنات كدير 150 درهم وفيها لوينات، غادي نوريكم اللوان ديالها. دونك فيها هاد الستيل هذا دائما كما قال مصطفى البيه، واكيد كاين لوينات اخرى، كاين البوردو ياك، ها البوردو ديالها كتحمق غزاله، والبلو مارين البوردو في البوردو ولا في بلو سيال. دونك كاينه الوان كثيره الثمن ديالها 150 درهم. 150 انا غادي ندوز البنات لهاد الجلابه اللي كتحمق وهي اللي انا بغيتكم تشوفوا الموتيف قلبي شي معجبه. شوفوا هنايا الموتيف اللي فيها، دونك جلابه سبور اللي كتجي على هذا الشكل. شوفوا الالوان كتحمق فيها، هذه اللي بغات تحرك في رمضان. اه والله العظيم دير سبور، عرفتي الفوق لبسيها وسيري تقداي ورجعي، زعما بصراحه زوينه، واي حاجه لبستي تحت منها ما كتبانش. دونك هنايا فيها هكا بلي بيرل زوينه بزاف وفيها شكيله. دونك هذه الثمن ديالها كيدير 130 درهم حصريا، كانوا ب 150. دونك كانوا ب 230، كانوا ب 230 هو اجمل البنات، ولكن المشكله راه ماشي كلشي يلبس. هذه قد حدا قدي انا، اه يعني حدا اكس ال. دونك هذه البنات حدا اكس ال، فيها كذلك هذه الالوان هادو. دونك فيها شحال من لون؟ فيها اربعه اللي باقيين تقريبا، اربعه الوان. لا ماشي في اربعه، فيها مازال هذه شويه عريضه، فيها العدد، فيها هذه شويه. واش هما ستوندار؟ لا كيكونوا فيهم لي طايعه، ما بقاش فيهم لي كرون طايعه. هذه شويه كبيره ديال البنات، هذه يمكن واقيلا ال ولا هذه غتكون دوبل اكس ال. هذه دوبل اكس ال، دونك باقى معنا وحده دوبل اكس ال. دونك شكون اللي بالتبع غادي تجي ان شاء الله 130 درهم اللي كانت. دونك مازالين دوبل اكس ال باقى شي 4 ولا 5. من الامثل دوبل اكس ال غادي نوريكم هذه اللبسه انا، ودائما ركزوا لي على لي ديتاي كما قلنا. دونك جلابه بصراحه سبور كتجي كتحمق، لبسها بحال لبسه كيطمه، غير هذه ما كتحتاجش حتى شي حاجه، كتصبط بالفوطه طلعتي وانت خرجتي. فيها كذلك هذا الموتيف اللي كاين في الدار، الموتيف هكا كتجي فنه، والثمن ديالها رخيص. كنتمنى كلشي ان شاء الله يلبسها وبالصحه والراحه. غادي ندوزو لجلابه اخرى اللي هي اجمل الثانيه. هذه حتى هي شكل فراشه، جلابه فراشه حتى هي تبارك الله عريضه. هذه حتى هي اللي بغيتي تصلي بها في رمضان ولا تخليها، كيبقى لكم كامل الاختيار. دونك فيها الوان كثيره، فيها الوان والثوب ديالها كيترين كما كيقولوا الشماليين، كيتجبد هذا الثوب. هذا الثوب ديالها كيتجبد صح، ما كيتجبدش. اه داكور، لا واقف كيبان بحال دوك اللي كرهوا اللي كاين الشال، وكاين اللي بالقبه. كاينه اللي عندها الشال وكاين عندها الدرق، اللي عندها القبه. انا نوريكم المشكل. الثمن ديالها سي مصطفى، هادو ستوندار كلشي يلبس. 130 درهم. هادو البنات كيديروا 100. البينه ديال 100 درهم. هي بحالها غير هذه شكل ثاني. هذه بالشال. وحتى الموتيف فيها زوينين، كاينه اللي فيها نص هكا في هذا اللون فيشيا ونص في البلو مارين، والكميمات حتى هما كاين فيها ثلاثه الموديلات. هذه هذه بالشال، وكاين اللي بحال هكا. واش الشال ديالها منها فيها؟ لا لا الشال بوحدو. هذاك باش يعرفوا بان ماشي بحال ديال الصلاه، الشال ديالها بوحدو. كاينه هذه كتجي حتى هي غزاله، هو موديل زوينه هذه. شوفوا اللوينات ديالهم، هذه كتجيب لي بايات هكا، البايات فيها حتى هي بالزيف ديالها. تعطي الشال ديالها باش في عندها الشال. السي مصطفى واجد كما ديما. دونك فيها الوان كثيره، فيها البلو مارين اللي غيجيو يكتشفوا ان شاء الله. ان شاء الله فيها البلو مارين، فيها الزرق، فيها البلوغوا، فيها كاع الالوان. الثمن ديالها سي مصطفى شحال؟ هادو 130 درهم. حتى هادو كيديروا البنات 130 درهم حصريا. الكليان ديالنا الله يحفظك الله يخطيك. هاد الجلابه البنات غزاله، قال لي سي مصطفى دابا 150، قلنا 140، دابا 130 درهم. 130 درهم سي محمد الله يعطيك الصحه، خصك تعاوني مع تعاون هذا في خاطر كما كنقولوا دائما البنات. شوفوا البنات هذه راه مطروزه ماشي ملصقه، مطروزه ودائما واحد الموتيف ديال رمضان. هذه الشوشه كما كنقولوا دائما كتحيد وكتلصق، يعني بعد الصابون تصبنيها وعاد لصقيها. فيها الالوان هذه ستوندار حتى هي، كتجي جلابه فراشه الالوان فيها شكيلات، فيها لي موتيف. حتى لي موتيف عندها مغيرين. دونك حنا دابا كنبرعوكم في الجلابه المغربيه، يعني كل شيء يلبسها كل ديال المغرب. سمعت البلاد كنقول لكم ديال لا لا لا، ما كاين لا تركيا طايا، المغرب ولد بلادي وحياه ولادي هو اللي صاب هذا الشيء. 100% ديال السلام ديال المغربي تبارك الله ما شاء الله الله يبارك. ملي كنقولوا ديال تركيا، ديال تركيا سي مصطفى ما كاينلاش نكذبوا، ديال المغرب، ديال المغرب. دونك غتكتشفوا ان شاء الله رزاق الله سبحانه وتعالى. دونك هانتوما كيما تيجيو هكا من هنايا ايفازي، وهذو كات ايفازا، وكاين كذلك هاد الكرونه. دونك كتلقاو دي موتيف مغاربي ان شاء الله غادي تكتشفوهم معنا. 130 درهم اليوم حلقه خاصه برمضان ان شاء الله، داكشي شفتو هادي برومو خاصين بشهر رمضان الكريم. وعواشركم مبروكه مره ثانيه. دونك هادي هي جلابه الفنه بصراحه غزاله، والستيل ديالها زوين بزاف بزاف روعه. قلت لك اسمح لي قلتي لي جبده، راه بصراحه خصت خصت بصراحه زوينه، والثوب ديالها غزال. شنو هاد الثوب مصطفى؟ دجيم.
الجيم توب ديال الجيم زوين ماشي جيم واقع حيت كاين جيم اللي كيتحب راك عارف كيدير المشاكل ورطب. هذا الجيم الزوين البنات شوفوا هنايا الطرزه كيفاش دايره. هذه لابسه انا دابا وزاهره شوفوا هنا كيفاش كتجي لقيت هات يعني جلابه ديال رمضان وهذه حتى ديال الحضور والله العظيم كنت حتى تحية الحسنة وتحية لبنات مصطفى حليمة وهاجر أكيد. دونك فيها شوشة في الكتف هكا في الكتف هي في الكتف بجوج جوج فيشات اللوين ديالها كيحمق هذا ديال هاد الوقيتة دونك ديال الصيف اللوينات اللي فيها فيها الكري دابا مابقاوش عندي اللون كلهم ولكن إن شاء الله قريبا غادي يجيو خصك توجدوا لأن كلشي غادي يحمق عليها السلف غيكونوا إن شاء الله سيرتو إذا تينا شي ثمن ديال الحبوبات الغاليات اللي كيموتوا عليه الخميس السبت غادي إن شاء الله تعالى غادي يكونوا السبت أكيد لأن غادي نروح الفيديو غدا إن شاء الله السبت يكونوا إن شاء الله واجدين. هانتوما دائما شوفوا الألوان ركزوا لي على الجلابة هادو كيتخدموا حصريا عندك أسي مصطفى الله يعطيك الصحة كاين جماعة حالات في كازا اللي فيهم الله يعطيك الصحة دونك مرحبا بكم محل ومحل هنا فوالا دونك هادو ديال سي مصطفى من توقيع سي مصطفى المعقول مرحبا بكم كاملين من توقيع حسنة الله يعطيها الصحة حتى اللي صوبتهم الله يعطيها الصحة بصراحة. دونك غادي نمشيو البنات لهاد جلابة سلهام على هاد الشكل اللي كتجي هكا بالبيغلاج جلابة كاب كيقولوا لها هي هذيك كتجي بحال من اللور كتجي بحال السلهام وهي كتلبس كتجي غزالة كتجي روعة كنت ديجا قدمتها كبير كتجي مع كل شيء هذه رقيقة تلبس غليظة لا ما فيهاش كمام اللي كتسمى يعني صوموش ما فيهاش الكميمات ديجا راني قدمتها واعرة كتجي غزالة وفيها هاد البيغلاج دونك تجي على هاد الشكل كتحمق الستيل ديالها زوين بزاف وكتكيما يعني أي حاجة لبستي كميمات هكا شي بودي بالشبكة ولا كتجي روعة اون شوميز بلونش كيما لبستي بصراحة لتحت كتكاموفليا كلشي شوفوا هادي ألوان فيها الهبال هادو واش صوبتيهم سي مصطفى هادو كناخدهم واجدين الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة للصانع المغربي دائما الخياط ديالنا والخياطات الله يعطيهم صحتهم واحد الصديق ديالي هذا روعة 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 بصراحة جميلين بزاف ومخدومين البنات هانتوما مفيكسيا الوردة زعما ماشي فيكسيا غزالين هادي وكاينة البنات حتى في الجين هادي في خاطر دكتور خديجة هانتوما البنات كتجي واعرة الثمن ديالهم شحال مصطفى الثمن زوين دابا غير بغيت نعرف هنايا الفرق هادي شوف فيها ستة من هنا وكاين واحد امتي سباس وعاوتاني ستة هذا الموديل ديال الجين ماشي بحال دابا الموديل ديال الجين بوحدو هادو البنات ركزوا معايا هنا كتجي الشوشه وكيهبط كاين غير هنا كتجي هكا هذه هي كتجي سامبل من التحت هذه كتجي مخدومه كامله من التحت مخدومه بتخوافيل تروفيل حتى لتحت دونك الثمن ديال هادو شحال وفيهم مازال الوان اخرى 180 درهم 180 درهم البنات دونك فيهم الوان كثيره مازال الكحل مازال بلو مارين البوردو كاع الالوان اللي بغيتو اللي بغات تشيلو واللي بغات شي حاجه البنات غتواصل مع سي مصطفى غادي يصور ليها غادي تواصل مع سي محمد ياك محمد ولا مصطفى بحال غنخليكم ان شاء الله الارقام بجوج سكريني وهادو راه كيجيو قد الغلاضه طرقه غتكون جدي كتلبس شي مصطفى راه فيك شي دابا انا كندير العبر عليك كتلبسي انت كلشي غيلبس يعني يعني صافي اللي لبستي انت انا نلبس ونخرج بها انا نلبس انا نلبس لا تلبس تقيس تخرج بها لا يعني باش كنعرفوا بان كلشي يلبس لي كرون طاي تبارك الله راه يلبسوا وراه مازال فيها الوانات اخرين ملي يجي ان شاء الله غتكتشفوا الثمن ديالها 180 درهم حصريا عند مصطفى المعقول في اطار الجلابه في اطار التخفيضات اللي دير لكم سي مصطفى بمناسبه شهر رمضان دائما ستيلات زوينه وخفيفه شوفوا هاد البلو مارين هادي في التوب ديالها سي مصطفى كيبري شفتي شوبها كيبري وفيها واحد الشويشات في اسفل الكم انا غادي نوريكم وحده لابساها في الكري كتحمق غزاله بصراحه والستيل ديالها كيجي زوين هادو ستوندر يعني كلشي كيلبس من عام حتى ل 100 عام من عام حتى ل 100 عام هادي شعار ديال القناه دونك يعني كلشي يلبس من 16 عام حتى ان شاء الله كلشي تلبسي انت وبنتك وامك كلشي دونك جلابه وحده باس بارتو شوفوا كيفاش كتجي والتوب ديالها غزال توبها طايح وزوين بصراحة وفيها ألوان كتحمق دونك كاين هاد البلوماغين بالدوغي وكاين كذلك هاد البوردو والقبيب دائما البنات لاحظوا القبيب ديالها كيجي هكا كيجي مضوبل فوالا مضوبل ومغلف مبطن بهاد الدوغي مضوبل زوين بهاد الدوبلور في الدوغي كتجي فنة دائما السلواد أنا غادي نوريكم الجلابة اللي لابسة أنا كتحمق دونك فيها غير هاد ثلاثة دلوينات فيها أربعة شنو باقي اللون فاللون كاشيني غيكون تا هو غزال بحال هاد الكري دونك غادي نخليكم مع اللون اللي لابسه انا خليكم معايا ما تمشيو فين
الجلابه هي هذه كتجي خطيره، كتجي انيقه بزاف ديالها غزال. كيفاش جات؟ كتجي روعه بصراحه، كتجي عريضه. كتجي بصراحه غزاله واللون ديالها زوين. الثمن ديال هاد البنات كدير 100 درهم بحال هاد الجلابه اللي لابسه انا، الثمن ديالها كدير البنات 100 درهم دونك بالشوشات بهذا الموتيف غزاله بزاف. الو غادي ندوزو للقندوره، واكيد جمال القندوره كيف كنقولوا القندوره كنقولوا المراه المغربيه الجميله، المراه المغربيه القويه، المراه المغربيه اللي كنموت عليها دائما، اللي انت دائما في القمه وستظلين. الو هنا واحد القندوره، شوفوا الموتيف اللي كاين دائما بكساف، كتجي على هذا الشكل. هذه كتلبسها يعني كلشي كيلبس، الغليظه رقيقه كلشي كيلبس في هذا الموتيف اللي هما كتجي هكا سيل بحال الجاكار. السلام عليكم. الموتيف وعليكم السلام ورحمه الله. الكل ديالها غو مخدومه مزيان، وكنتمنى حتى الثمن ديالها يكون زوين. دونك كاين فيها بزاف ديال لي كولور، كاين هاد لا كولور نوار بالضوء، هاد اللون اللي قلنا نوار مخدومه بالارجنتي. الشكل ديالها جميل اكيد، شوفوا كيفاش كتجي. دونك هي قندوره لابسها لينا الدكاليه، و ميم موتيف غير هذا كما قلنا ارجنتي، والاخر كيجي دوري. دونك فيها حتى هاد اللون هذا ان فيغ او بالارجنتي، وكاين كذلك لا كولور موف. دونك كما قلنا فيها الكحل بالدوري والارجنتي والموف، المهم هادو هما الالوان اللي كاينين. وكنتمنى لكم ان شاء الله دائما تجيو تزورونا، لان بصراحه هادو ديال رمضان شي حاجه اللي زوينه وفي مستوى لا من ناحيه الثوب ولا من ناحيه الخدمه، وحتى كلشي يلبس يعني، ملي كتكون حاجه عريضه وزوينه كلشي كيلبس. البنات غادي نمشيو لمفاجاه الحلقه اليوم اللي فاجانا سي مصطفى، وهي هاد الناب. دونك هذا تبارك الله ناب كبير ديال الطبله مدوره سي مصطفى، ديال الطبله مدوره مترو 80 فيه، فيه مترو و80. دونك شوفوا تبارك الله قداش، شوفوا لي موتيف اللي فيه شحال فيه، 22 يمكن فيه 2 متر و20 يعني هذا هو النص ديالو، فيه 2 متر و20. شوفوا تبارك الله رشاد ما شاء الله، شوفوا تبارك الله قداش، ومخدوم يعني مخدوم هذا. هاد شوف شنو سميتو، هذا عنده واحد سميت البروكا الله يعطيك الصحه. وهنايا البنات مخدوم بلا دونتيل من حتى من الوسط، كتجي الرسمه ديالو في النص هكا روعه، كيجي غزال، فيه واحد الدواره الوسط روعه روعه. بروكا بدات في البيج وفيه شويه ديال المارون، واكيد بالدوري. دونك هذا الثمن ديالو شحال؟ كيجي واحد 280 درهم. واش معاه سرابت ولا بلا سرابت؟ تيجي بوحدو الثمن ديالو 280 درهم، بروموسيون ديال رمضان بمناسبه شهر رمضان، لان غتلقاوه باغلى من هكا. فكما قال هذا ديال الطبله الكبيره، الطبله كما مع القياس ديالها المدوره، كانت مدوره صغيره غيجي هابطه الارض، كانت كبيره غتجي من الكاريه، راه كيجي فيها حتى الكاريه كيجي على هذا الشكل، الكاريه صغيره. الله يعطيك الصحه، وفيهم اشكال كثيره جايب لنا ان شاء الله اليوم ان شاء الله. هذا صغير هذا، دونك كاين هذا الشكل الثاني هو ها هو ها هو ها هو هذا هذا. سي مصطفى كيجيو فيه الشوشات من جناب ياك مع العقيق، هذا فيه العقيق كيجي كيجي هكا منبت، بغيت نوريكم كيفاش فيه الخدمه من اللي تيه من الجناب ديالو. دونك تيجي حتى للكوان اييه، وفيه كله مخدوم هنايا بالبيرلاج ولا في العقيقات، في كل ورده كتلقى هذا الستيل هكا. وفي الجنب في القنته البنات كيجي تبارك الله خدمه عامره، وكيجي هكا هابط بهذوك الشويشات ديال العقيق. دونك تيتخدم مع هاد السوناب اللي كيجي على هذا الشكل، حتى هو ذهبي. الثمن ديالهم واش كيمشيو بوحده؟ بجوج هي كيمشيو بجوج. اوكي في اللي بغات الحكومه هذا 300 300 درهم 300 درهم البنات كيجيو بجوج. دونك جا ان شاء الله رمضان والعيد جاي ناخذ شي حاجه اللي هي زوينه. في هذا الدوغي كاين الدوغي وكاين الابيض، والابيض والبيض دائما السوناب كيكون في البيض، السوناب ديال البيض ما عندناش كنقدروا معاهم بجوج. كيخدم مع هذاك الثاني السوناب ديال البيض، دونك غيكون بحال هذا هو في البيض ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله يكونوا موجودين. وحتى هو البنات مخدوم بنفس الطريقه دائما، غير هذا الابيض في البيض، دونك طون سيغ طون في البيض، والاخر البنات بالذهبي. دائما الزواقه كتجي على هذا الشكل، كيجي هكا هابط من الجناب لتحت، كيجي الشكل ديالو هابط. دائما الثمن البنات بجوج 300 درهم. هذا ب 250. الا بغاو البنات هذا بوحدو 250 درهم. 250. هذا ديال الشبكه اللي فيه كيجي هكا بالبيرلاج، كيبقى ب 250 درهم، سواء البيض بغيتو ولا الذهبي اللي بغيتو. دونك كاين هذا الشكل هذا، هذا فيه توا جوج. هذا دو بياس 120 درهم. بجوج بيهم؟ بجوج 120. يعطيك الصحة. راه واحد الحلول تما. إيه.
ها هما البنات سمحوا لي غادي نوريهم لكم. دونك تيجي واحد في هذا الثوب وكيجي الاخر بشبك. هذا ها هو في هذا لكن بزاف ديال الستيل. هنا قرونه مع واحد قرونه. اييه هذا خاطر هو دم تطوان دير 120 درهم ما يلاه او معاه السراب ديالو. هذا مع 8 سرابات بجوج هادشي كله ب 120 درهم. 8 سرابات وهذا التحتاني والفوقاني راه فيه لوينات اللون ديالو اللون ديالو هذا كيجي من الفوق بحال هكا. هذا تيجي البنات هكا كاري من الفوق واللي بغات غادي تزيد ليه شي شويشيات من الجناب هنايا تقدر انت تزيدي ليه الا بغات اللي بغات تزيد العقيق بصح بغات تنبتو كيتنبتو سينو كيبقى بحال هكا ودائما التحتاني ديالو كيجي على هذا الشكل. هذا غزال طابله كبيره هذا ديال طبله كبيره مدوره دائما 2 متر و20 وكيجي فوق منها هذا الكاري كيجي هكا صغير كيجي غزال 120 شوف تبارك الله ما شاء الله. شوفوا البنات هانتوما راه غيجي الطبله كما قلنا الطبله الكبيره ديال الصالون ولا ديال بيت الجلاس اللي بغيتو ودائما لي سيرفيه ديالو كيكونوا 8 ديال السرابت. كاين هذا اللون الثاني حتى هو نفس الستيل دائما هذا المربع تيكون دوغي والثاني حتى هو دوغي والسراب ديالو 8. وكاين هذا الشكل الثالث هذا كما قلنا دائما الشوشات كيبقى لكم اختيار كاين اللي فيه كاين اللي ما فيهش. هذا الستيل اخر هذا كاين هذا الستيل اخر. المهم الا بغاو هما سمصافا يزيدوا الشوشات يزيدوهم كيعطيو جماليه اكثر للستيل كيبقى تبارك الله المراه المغربيه ما غاديش تحير. ديما المراه المغربيه كتستاثر وكتزيد ديما تبارك الله كتزيد من عندها دائما معاه سوناب ولي سيرفيت ديالو هذا صفر بزاف داك لو جور موطا كيجي ضاوي هذا كيجي ضاوي اكثر لان كاين هانتوما البنات كاين هذا الصفر العادي الذهبي هذا اللي مايل شويه البرونز وكاين هذا دونك نتوما كيبقى لكم الاختيار. ها هي السريبته ديالو وفيهم كلهم البنات في هذا السوناب دائما نفس الستيل كلهم ستيل واحد وها هو الشكل النهائي دونك تيكون بحال هذا السكل بحال هذا الستيل هذا دائما شويشات وكيجي كامل ذهبي هذا ضاوي اكثر يعني اللي بغات شي حاجه البنات غادي تسكرينا وغادي تصيفط ان شاء الله سي محمد في الرقم ديالو وغادي يصيفط لكم ان شاء الله فيما كنتي سواء كنتي في كازا ولا خارج كازا ودائما الثمن ديالهم البنات 120 درهم. الوغ بالنسبه كما قال سي مصطفى غدا عند حماتك دير لها هديه ولا غدا عند الوالدين ديالك في هذا رمضان علاش لا ما نديروش شي هديه بحال هكا 120 درهم البنات بلا ما دي سوبر هاد الحريره ولا شي داكشي صافي زي شي حاجه بحال هكا حلوه وخفيفه وشي عروسه بصح هي حتى هاديه الناس العزاز اللي كل عزيز عليك دونك 120 درهم حتى هما فيهم كما قلنا دابا 4 الالوان اللي درنا على حساب الصالون اللي عندك كثر فيهم شي 7 الالوان قرونه موطارد على الموطارد فيه شي 3 كاين ديك غادي ديالو دونك الثمن دائما 120 درهم. هادشي جديد حتى هو ان شاء الله هادي دي زارتيكل جداد عندك في هادشي كنديرو ديما البنات كنعرفو بان تبارك الله شهر رمضان كتكون فيه شويه ديال التماره شويه ديال الوقيف شويه ديال بزاف فيت ديال الكوزينه دونك اليوم هادي شي حاجه انا بصراحه عجبتني بزاف لان كتنفع المراه كيما بغات تكون واخا ما يكونش عندنا مشكل في الدار مصطفى هذه كينصحوا بها الاطباء دونك انا بصراحه عندي وحده في الدار والله الا عندي في الدار كنخدم بها هكا لان كتكون عندي تماره بزاف مزيانين ليه كتخلي دائما الظهر ديالك يكون واقف كيبقى دائما مستقيم فهذه في خاطر المراه المغربيه دائما هذه سمطه كتخدم في الظهر وكتخلي دائما ظهرك ديما كتخليك واقف فتحيه للمراه كما قلنا وحتى للراجل علاش لا سوغان اللي كنتي كديريها ها هي كيفاش كتجي فواحد حبيبتنا هذوك يليقوا تما بحال كيعطيو واحد الرنين مخدومه بشكل جميل السمطه وخاصها بصراحه تكون في اي دار انا عندي والله الا عندي دائما كنخدم بها تيكون عندي تمره في النهار ضروري ما ندير هاد السمطه الوغ هادي ديال العيالات هادي ديال الرجال ها هي وهادي ديال الراجل ديال الرجاله ديالنا وهادي كيخدم تخدم بها المراه شوفوا هنايا كيفاش الشكل داير مصور فيها هنا مصور مصور بها الراجل دونك هادي كتخدم وحده يعني وحده في الدار يخدموا بها جوج الناس الاثمنه ديالهم واش يخدموا بها حتى الاطفال هادي اللي كانت من 14 الفوق يخدموا من 14 الفوق شحال الثمن ديالهم كل وحده هادي 150 هادي البنات ديال الرجال كدير 150 درهم شوفوا كيفاش مخدوم يعني كدور على الكتف من القدام وكتعاود تدور للظهر من هنا عاوتاني من السمطه كتزيرها القدام وهادي هادي شحال كدير هادي 130 هادي كدير البنات 130 درهم هذا بروموسيون ديال رمضان هادي بروموسيون ديال رمضان قلنا في رمضان دابا الكوزينه باش يبقى الظهر دائما واقف غيكون عندي سا ديال لي فام هذا كيطيح مع السبور
بالنسبه اللي كيدير سبور كيعاونو باش يطيح وكيجمع في نفس الوقت. دونك هذا سليب وميم طور مخدوم هذا مخدوم شي كيدير فيه هاد لي بون. داكور هذا راجل طاي كبير. شوفوا البنات هنايا شنو فيه فينا بحال شنو كيسموه الدراري هذوك القدام بحال باش كيزير كيعاونوك باش طيح مع السبور. اذا كنت كتلبسو كدير سبور دونك هذا لونترينمون البنات هذا المرا وراجل كلشي يلبس. لا هذا ديالي خاص بالرجال مصطفى ديال النساء هذا ديالي. وباش زوين كياخذ لك الفورمه اللي عندك يعني قد ما كنتي وقد ما كنتي كتلبس هذا الستيل هذا الله يلا هذا قدك يعني يلبسوا. لا لا واش هما فيهم لي طاي ولا واحد كاين فيهم لي طاي داكو ولون واحد كيكون لون واحد دائما الابيض لونطريما جميل جدا. هذا شحال كيدير سي مصطفى هذا ديال العيالات اللي فيها هذه الخفيفه هو هذا. لا هذا قلنا هذا ديك السمطه هذه السمطه ديال العيالات ما قلنا شحال كدير هذه حتى هي 150 درهم بحالها بحال الاولى ديال الرجال. هذه ناقصه شويه 130 هذيك 130 قلنا. دونك هاد السليبات شحال كيديروا؟ هذا 80 درهم فيهم هذوك لي زابدو اللي كيقولوا ياك تيطراسي مي جوبونس تيطراسي ديك البلاصه كتبقى شوفوا كيجي خطير. هذا سيدي هذا تيدير الحراره في الجسم هذا تيسخن الجسم باش في لونترينمون باش يطيح اكثر يعني الناس اللي غلاض اللي عندهم الكرش اللي عندهم بغاو يطيحوا هذا هو هذه هي الفرصه. شحال الثمن ديالو هذا سي مصطفى؟ هذا 80 ديال السمطه ديال الدار هذه فيها بحال شكل ديال الصفيحه كيما قلتي صفائح هذو جوج صفائح كيوقفوا الدار مزيان. هذه احسن لاكين كاينه دابا احسن كان احسن لا احسن لا احسن سمطه ديال الدار احسن سمطه عندك لاكين حنا غادي ندوزو لهم او حطو حدانا داكشي باش نستفاد. دونك هنايا هادو شحال الثمن ديالهم؟ هذه كيوصلوا الاطباء بزاف هذه هادي دايره 150 درهم 150 درهم البنات. دونك راه هاد الثمنات راه ما كاينش بهذا السماط على اول مره الله مرات اخرى غيكونوا اكثر ان شاء الله خليهم لنا دابا وان شاء الله مرات اخرى يكون خير. اجيو البنات خذوهم حيت باقا كاينه البروموسيون دونك الثمن ديالهم مرات رمضان غيكونوا بثمنات اخرين 150 درهم طيله شهر رمضان. رمضان ان شاء الله غادي ندوزوا لكان واكيد غادي يحل لنا مصطفى شي وحده باش نشوفوا لكان كيفاش دايرين. دونك فيهم السمطه ديال الكرش ديال الدار حتى هي وحريضه مصطفى حيت كنشوف على مرات السمطه كتكون رقيقه وكتجي على هذا الشكل. كاينه بالنسبه للصغار بالنسبه للصغار كاينه هذه دراري صغار ماشي الدراري بالنسبه للصغار اللي كيكون رقيقه زعما شويه عندها الكرش هذه فيها الكروشيات. مصطفى غير يلبس ضروري شنو هذه راه صغيره يعني كت فيها والله الا زوينه هذه ما فيهاش داك لي كراش كراش هذا فيها هذه فيها شتي هذه هي كت على قد ما بغيتي ديريها راه فيها بزاف وهذه صغيره وجات يعني راه تبارك الله كتجبد هي كتجمع كتجمع البنات اللي كيبغيو يلبسوا البندي ولا الرومي ولا خاصه بالكرش. هذه خاصه بالكرش ماشي السمطه كتجي على هذا الشكل هذا خاصه دونك فيها هذا البلي وكتجبد حتى هي وعندها باش كتسد دونك هذا السيل ديالها بوحدو هكا زوين هذا هذا وكتسد نفسها هذا هانتو البنات هذو فيها شريطات هكا عراضين ملي كتسد وهاد الاخرى عندها الشبيكه ديالها رقيقه هذا هو الفرق وهذه اعرض هذه ديما كندوزو وكتكون ديما هذه هذه اكثر الناس كي كومونديوها بزاف كومونديوها بزاف هذه درها السي مصطفى باش تشوفوا فيها بحال الزيادات باش كت هذه فيها سكراش فيها لي سكراش هذه مزيانه هذه احسن سمطه عندنا كتشد مصطفى كتبقى واخا تصبن واخا كتبقى مزيانه واخا فوق كرشك واخا ومازال بغيتي تزيد تزير كتزيد تزير هذه كتزيد تزيرها من الجناب كتزيد بصح كتزيد جمع تزيد جمع الله يلا هذه مخدومه هذه دونك هذه غتنفعكم دائما هذه ماشي غير في رمضان ولا هذه ديال ديما كتجمع الظهر مزيان والله الا كتجمع الظهر يعني انتوما كتجمع الظهر بشكل خرافي. دونك هذه العيالات الرجال كلشي يلبس كلشي يلبس شحال الثمن ديال هذه؟ مصور مرة وراها هذه 80 درهم هادو البنات كيديروا 80 درهم وسلعه كيمشيو لبلاصه اخرى كيبيعوا لهم 300 درهم هادي. دونك هادو البنات انتم سمعتوا مصطفى دابا في رمضان فوالا كيبدلوا كلشي دابا كيتبدل دونك في رمضان هذه ديما 80 درهم ديما 80 درهم وهذوك الاولى اللي قلنا خلال شهر ما شاء الله فيهم بروموسيون هذه دائما كدير البنات 80 درهم دونك كاين اللون الاسود وكاين هذا اللون هذا. دونك هنا غادي ندوزوا للمحل الثاني اللي فيه تبارك الله حوايج ديال السبور اكيد كتشوفوا معايا هنا اللي مانكا لابسين حويجات كيحمقوا ديال السبور في خاطر كاع البنات اللي كيلبسوا واللي كيقلبوا على حوايج سبور. دونك اليوم سي مصطفى جاب لنا الحاجه اعلن في خاطر كلش الحين تنمير النون تنمير ريش الحين كله من طنجه حتى القويره. دونك سي مصطفى راه
هي كغساد الحاج المليح، منها هاد الحوايج ديال السبور كله تيشلحين لنا. دونك غادي نبداو سي مصطفى. انا قدمت تحيه بالامازيغيه ديالنا حتى انا امازيغيه. سلام ربي في اللون، تنميت النون. دونك هادشي تبارك الله زوين، و حاجات اللي كتقلب عليها دائما المراه المغربيه، حوايج ديال السبور باش تلعب، باش الناس اللي كيديروا لاصال في رمضان كيخرجوا يترينيو اكيد غتكون لابسه فوالا لاصال. كاين السيرفيطات راه ما بيناهمش محل اخر، كاين كيطمات ديال رمضان البنات ان شاء الله غتكون ان شاء الله في الحلقه الجايه. هادو الناس ديال السبور ديال لاصال اللي كي، لان راكم عارفين هنا الثمن شحال. واش كاين اللي طاي؟ كاين 150. اها كاين 80 درهم، 150 درهم مارون، 80 درهم الخضراء، 150 درهم. وهادي دونك هادو جوج اللي لابسين دوكا اليد بجوج 150 درهم. هادي 130 درهم في خاطر اي تمازير، اي تمازير مازيغنا بالخاطر كله يشلحين ولا كله تاع عربين ولا كلهم دنقانيان الحمد لله. دونك هادو البنات اللي لابسين دوكا اليد هادي 150 درهم. هاد المارون اللي فيها السين ديال اديداس، دونك راه كاين البودي لتحت 3 بياس، 3 بياس البنات. دونك البودي من التحت هنا وعاد الشبكه من الفوق، كامل الفوق هكا، والكولون ديال البنات هو دائما ابتي غابيل الشبيكه من تحت. هذا ستوندار اللي غنمشي نصلي. يلا يقبل سي مصطفى. دونك هذه فيها الشبكه سي محمد، هذه الشبكه واش فيها لي طاي؟ فيها لي طاي، هذه فيهم طاي. دونك هنا وهذه الزرقاء ب 130 درهم، كيبقى بحالو بحال الاول حتى هو كيدير 80 درهم. غادي ندوزو لهاد السراول اللي كيجيو كيبانو بحال الجين ولكن هما دي كولون لاصقين، ولكن تبارك الله العطاي كبيره. دونك هذا تيلبس علاش؟ هذا فيه من غيكون من 40 حتى تل... من 38 حتى ل 50. دونك هذا حتى ل 52 البنات. 50 راه اكبر طاي، اكبر طاي يعني. دونك هذا 52، انا عندي صاحباتي كيلبسوا 52 وكي بصراحه كيحيروا. هذا ال 50 ديالو، ال 50 تبارك الله وعريض. شوف قداش ال 50 وعريض. شوف اه تبارك الله. دونك 52 راه كيلبس 54. دونك هذا في جويبات، في جيبا جوج ديال جيبا تحت العبايه، كلشي رمضان دابا كلشي. هادو شحال الثمن ديالهم؟ واش فيهم الزرق والكحل؟ فيهم الكحل، فيهم لون واحد، فيهم غير لون الاسود. الثمن ديالهم كيديروا البنات 100 درهم. هذا ماركة، هذا الا قلت لكم ماركة راه ماركة، هاد لا مارك ديال هولندا هادي فوالا. دونك الثمن ديالهم 100 درهم من 38 يعني من الام حتى ل 52. كاين كذلك هاد الماركة، هذا خداتو صحتي، هذا اللون تاعو ما كيتشفوش، كيبقى فحال هكا التوب ديال هاد الخيط. هذا نيكس، لا مارك نيكس، ولكن التوب ديالو ديال الخيط غزال بارد وتيجي طايح البنات. بالمعرض هذا كيجي حتى لتحت، هذاك خداتو صاحبي 52 وسانسيغمون لبساتو بالصحة والراحة. الثمن ديالهم تا هما 100 درهم، 100 درهم. غادي نمشيو للفوطه، الفوطه ديال عمان، فوطه الحمام. دونك هادو فاطي ديال الحمام بهذا الشكل، يعني كتجي ملبوسه كتلبسيها عاد كدور، كتلبس عاد كدور. دونك تجي على هذا الشكل، ها هي البنات البنات لابسينها، كتجي غزاله. ها هي انا محلوله، كتلبسها بحال السميطات، فيها السميطات فين كتخشي يديها. دونك الثمن ديالها في هاد الالوان كاملين، كاين الاحمر، كاين الخضر، كاين المارون، كاين الالوان اللي في التصاور. وشنو فيها؟ فيها المارون، كاين عشي الوان المارون، شنو فيها؟ بحال الجون موطار، هذا كاين البيض، لوسيال كاين، الغوز كاين، كاين واحد الغوز، كاين المارو، اييه كاين الشيبي، اييه كاين المارو ديالها هو هذا. خمسة الالوان اللي فيها، خمسة ديال الالوان، الثمن ديالها البنات كيدير 100 درهم، 100 درهم. دونك بحال هذه فوطة جديدة نيو لوك، دونك كلشي يلبس. هذه تجي قد كاع البنات، يعني فيها ستوندار، هذه كتلبس ستوندار، كلشي يلبس. بالنسبة للرقاقات، الرقاقات اكيد اللي غليطة شوية، شوية حتى الاكس ال جو بونس، حتى الاكس ال دوبل تيتلبسها، حتى الدوبل تلبس. دونك كتجي هكذا اكيد ترى العروسه تلبس الابيض، غتجي كتحمق العروسه. دونك الثمن ديالهم البنات 100 درهم. غادي ندوزو كذلك مازالين في الفوطه، وغادي نمشيو للبنوارات. هادو البنات ديال العريسات، دونك العروسه والعريس، كيجي بنوار على هذا الشكل. هادي فيها البنوار، فوطه الحمام، فوطه الراس، الفاطي والكيوسه، فيها حتى الكيس الحمام. الفوطه هذا اللي كيجي هكا بالبونكاسي، وواحد الغوز شويه اللي ماشي شويه الروج، ربعه الفاطي وجوج بنوارات، جوج بنوارات. وفيه هذا فيه الكيس الحمام؟ لا لا ما فيش كيوسه، هذا ما فيش البنات كيس الحمام، ما فيش دوك الخراقي ديال الفوطه. هذا فيه ديال الصابون، ديال الصابون. دونك هذا فيه، هذا فيه. الثمن ديالهم شحال؟ هادو دابا 800 درهم،
هادو البنات كيديروا 800 درهم بروموسيون دابا، هادو بروموسيون ديال رمضان دائما ديما تهلا ليا في الكليان. هذا ديما بروموسيون لي صابونات ديال جميله، هادو 450 درهم بينوار، ولكن ماركه زوينه، ماركه زوينه حتى الخدمه البنات شوفوا الخدمه كيفاش مخدوم، يعني فينيسيون زوينه، وفي الوان اكيد في الوان، دونك كاين هذا اللون هذا الفيغ او، وكاين الغوز فيشيا، كاين بزاف ديال الالوان، فيه لوينات غوز بيبي وفي حتى في سبعة الالوان، سبعة الالوان. وكاين ليزار، ليزار راه ديما كندوزوه، ليزار ديال تركيا حتى هذا، هذا قريب يتبقى، هذا مبقاش بقاو فيه غير بياسات، دونك ها الفوقاني كيدخل فيه الكويت، والثاني الجناب اييه بغيت يدخل فيه الكويت، والعبار راه هو هذا 42 على 22، دائما البلاصه اللي فيها هاد العلامه الحمراء هو اللي كيكون فيها العبار، هو اللي كيكون فيها العبار. هذا فيه 22 جوج على 22، والاخر فيه 2 على 42 اييه ديال الكويت، بالنسبه لنا ماشي صغير، 50 على 70 دونك تيجي على هذا الشكل، وكاين اشكال كثير، يعني كاين لوينه ان شاء الله غادي تكتشفوها معنا اكيد دائما مع سي مصطفى معكم. بارك الله. كاين هاد البنات هاد 3 بياس، هادي هادي ديال العريسات، في خاطر العريسات ديالنا كاملين، العريسات ديال الحوامل حتى لي زونسات، يعني كاين عرض فيهم عرض، وفات اللي بغات ترضع هادي حتى ديال الرضاعة، دونك هانتوما البنات حتى البنات بالنسبة للعروس، بالنسبة للمرأة نفسها، وحتى المرضعة حتى هي تلبس أشكال راقية بزاف، وفيهم دي موديل، وحتى الألوان كتختلف، دونك هاهي 3 بياس هنايا، دونك كلشي يلبس، فيها الغوز وفيها الأبيض. الثالث الثاني كي فيه الغوز البيض، البيض والبلوسيال، دونك فيه الوان كثيره، وهذا اللون هذا هذا مر زوين بزاف، والثمن ديالها بكل جميله 280 درهم البنات، دونك هادو ديال العريسات 280 درهم. سي مصطفى دائما معودنا على الجوده، دائما حاجه زوينه وبثمن مناسب دائما، بالنسبه لزابوني ديال جميله ولا حتى اللي ماشي ابوني معايا مرحبا به، دائما كنخدموا لكم حاجه زوينه حتى لعندكم بلا ما تتعبوا بلا ما تشقوا، كلشي زوين ان شاء الله. عواشركم مبروكه، وكنتمنى ان شاء الله الحلقه ديال اليوم تكون خفيفه عليكم، وما تمشيو فين، هذه هي نهايه ديال الحلقه. كذلك حتى هو هذا البنات كيجي لهذا الشكل، يعني بونتاكو ولا كالسون، هذا شنو سميتو، شنو سميت السروال ديال اللي كيتلبس معاه، بونتاكو ولا كالسون، المهم كتجي لبسه رياضيه كامله على الشكل، في لا كولور غريز وفيها نوار، وكتجي موشتي كامله باللون الاسود. دائما اللي زوين في هذا البودي اللي لابسه الماكا هو انه كيجي من الظهر كله مشبك، كما قلنا في لايصال، لايصال اللي كيكونوا فيهم العيالات ممكن تلبسي هكا وتريني بها كما بغيتي. اخواتي الغاليات دائما قبل ما كنساليو كندير واحد جوله خفيفه على البيجامات اللي كاينه عند مصطفى المعقول، وكنقول لكم دائما مرحبا بكم كاملين، اي حاجه خصاتكم عنده لي غونطاي تبارك الله، يعني كيجيبوا تبارك الله لكم، لانه عارف بان كاينين الناس اللي كيلبسوا الغونطاي، فمرحبا بكم كاملين، اي حاجه عجبتكم ان شاء الله غادي تلقاوها دائما عند مصطفى المعقول، اللي كيبدا لكم دائما الاثمنه، يعني من ولا في الخيال ولا في الاحلام، ابتداء من 50 درهم. وان شاء الله كما قلنا اليوم كان جديد ديال لي نابو ديال ليغين والسماطي ديال الظهر، في خاطر دائما المراه المغربيه وحتى الرجل المغربي. شكرا لكم كاملين، دائما قبل ما كنساليو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ما تنساوش البنات دائما ميم اور ميم اندروا سور لاشين دو جميله اونلاين، كنحماق عليكم، السلام عليكم، باي باي.